طيب يا اخوانا، طلعنا وجينا تاني من جديد. السبب انه البس اتعرض لهجوم منذ البداية. من البداية البس اتعرض لهجوم، عشان كده طلعنا وجينا تاني. حبابكم مرحب بكم، هلا بكم جميعا. هلا، مرحب 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 بالجميع. طبعا ملاحظين مسرحيات الجنجبيد، الجنجبيد بيجوا يتصوروا مع عرباتهم المجقومة ويوهموا الناس انه ده انتصار او انه دي عربات تابعة للجيش. تم جغمة الناس دي بيجوا يعتمدوا على شنو؟ بيجوا يعتمدوا على حرب النفسية، وبيجوا شقالين تزييف للحقائق وبيبحثوا عن انتصار ولو مزيف أو انتصارات زائفة لرفع الروح المعنوية وإحباط داعمي الجيش. لكن هيهات هيهات، أقسم بالله نحن لكم بالمرصاد يا جنجبيت، والله العظيم نرصدكم ونكشفكم ونعريكم ونفضحكم في كل شبر في السودان ده. ما عندكم أي حاجة، مجرمين مبلولين، اقسم بالله العظيم في كل المحاور الجنجبيت مبلولين. دي ولا داير اثنين اختلفوا فيها. يلا الناس شير سريع يا اخواننا عشان نبدا نخش في التفاصيل ونبدا نخش في الحاجه المهمه. الناس تشير، اذا موجود في البزه يشير. طيب ده قال شنو؟ كلها جايين على دي، كلها جايين على. فالان الجنجبيت شغالين اعلام فقط، درسوا تخصصوا في نفسيه الناس وعرفوهم انه ناس خفيفين وناس قاعدين على الهبشة، بيحبطوك ببوست واحد بيحبطوك، يعني مع انهم مبلولين ومجغومين في كل المحاور. يعني انا داري انتصار واحد للمليشيا دي خلال الايام دي. الايام دي في شغل مختلف مختلف تماما، في بل حاصل في بيكا، في صياح، وصياحكم طرب يا جنجة، والله العظيم صياحكم طرب. والله الواحد لما يشوف جنجبيط بعيط وبتبكى وبالشكة وبتحسبن. انا ما عرفت يا جنجبيط بتتحسبن على منو، بتتحسبن على منو؟ ها واحد بقول يا جماعه قال شيلوا الشهاده، شيلوا الشهاده هنا يا جنجبيتي. اي شهاده اللي بيشيلها جنجبيتي؟ هو بقاتل من اجل شنو يعني؟ قضيته شنو؟ فهمه شنو؟ بيسوي في شنو؟ في شهاده بتتشال في قتل واغتصاب ونهب و دي لك شهاده في قاموسك انت يا جنجبيتي يا وهمي. نازل مبلولين كيكل، والله يا ما انا ما اعرف، لكن كيكل ده شكله كده فاهم التمرد ده عكس كيكل. يقول لك احنا ما عارف متمردين على الكيزان، ونحن هدفنا الفلول وهدفنا الكيزان. اول مره قالي زول يعني شقال عكس الزول اللي بيتمرد ده بيشيل السلاح عشان اول حاجه يدفع الظلم عن اهله ويرد الحقوق لاهله ويطالب بحقوقهم. لكن اخوانا زول بيتمرد وبدمر منطقته وبقتل ود منطقته وبيغتصب، كويس، حراير منطقته وبجلب المرتزقة وبينهبوا في العربات، بينهبوا في شقى الناس وتعب الناس زي يوميا. وانت قاعد يا يا وهمي يا ديوس قاعد وشابك الناس كذا 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 شنو؟ والله العظيم والله والله العظيم اتفه بشر مر على تاريخ السودان كيكل. ابطل من كيكل ده نهائي ما في، والله كل من الناس اللي كاتبوا في الصفر ماليش دي كوم، وخيابه وبطاله كيكل ده كوم تاني. الليله لا يمكن زول جاي من النيجر، مين تشاهد من افريقيا الوسطى يغتصب بيت بلدك، ينهبوا في ممتلكات يا اخي. انت دي منطق لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما شفنا تمرد زي ده على الاطلاق.
ما شفنا تمرد زي على الاطلاق. امس اتوسط انه يرجعوا عربيه تابع لواحد بيعرفه، شوف يقول لك انا قايد، يتوسط لابنه لاجنبي عشان يطلق او يفك عربيه مواطن هو بيعرفه، ويقول لك انا ما عارف اتمردتها على الدوله، اتمردت على الكيزان. ما تقوم تلف اي كيزان عبوك، اقسم بالله انت الى مزبله التاريخ، وباذن الله باذن الله حتنجغل والله العظيم. جبت العار اقسم بالله، جبت العار لاهلك، جبت العار شفت للبعرفك. وزي ما قلت لكم كيكا ده انجس واتفه نطفه والله العظيم، ده اعوذ بالله منه. طيب شايفين اخواننا الجنجويد مبلولين طبعا في كل مكان، بلعب تحديد كل المواقع الجنجويد مبلولين فيها، وشقالين بيكا، شقالين بيوت عزا والله العظيم، بيوت العزا ما تديك الدرب، جغل وشغل صاح دق زي الدق، يقعدوا يتبكوا ويقعدوا يشكوا، طيران لا انت داير تدق شنو يعني، داير تدق شنو وده بتستعطف منه. بالمناسبه الشيء بيحصل للشعب السوداني ده الجنجويد، يعني مباركين والتاسع يوم واحد لقيت واحد من الجنجويد ديل لقيته قاعد يسكر الشيء اللي حصل في الخرطوم، الشيء اللي حصل في الجزيره، مباركين المشكله النازل، حتى وزيرهم ذاته مبارك الكلام ده، يعني مبارك الشيء اللي بيعملوا فوق والقتل والاغتصاب والنهب ده مباركينه كويس، ولا على بالهم ذاته الشيء الحاصل ده، ولا على بالهم كويس، ودائما الناس تتعاطف معاهم. الطيران ده قاعد يدوق اهداف عسكريه مشروعه في القرب، ما قاعد يدوق ساي، لو بدوق ساي انت قاعد تصور ده كان ممكن يبين لك عادي، يعني لو الطيران ده بدوق ساي انت كان ممكن عادي يبين لك. طيب الناس شايفين اخواننا عشان ندخل في هنا في الموقف العمليات، اي زول موجود في البث زي شير عشان نجيبوا الناس، وانتوا عارفين طبعا الصفحه مقيده وعلى بلاقات، فلذلك شيرك بجيب غيرك وشيرك بوعي بيرك عشان نكافح الطلس بتاع الجنجويت والسواقه بتاعتهم دي ومواقفهم. اول موقف العمليات بتاعهم المنتشر في صفحه الدحاطه وكله ضد الجيش، وكله تلميع للميليشيا وتكبير للميليشيا. اذا موجود في الصفحه دي شير الناس، شير 3 دقائق للشير، ندخل في التفاصيل المهمه. كل المحاور دي الليله والله العظيم بتغلي، كل المحاور دي الليله بتغلي. الجيش ركب وجه جديد والله، رغم ان احنا يعني ملاحظين بعض التقصير وده باين لكل الناس يعني، لكن حقيقة في شغل مختلف، في معنويات، في جوية شقالة بكله يعني، شقالة شغل بالبزار، وده الدار انه ده المطلوب. شوف جاي ده الطيران ما في حاجة بتنفع معاه والله العظيم، والله الأيام الجاية أنا متوقع إنه يكون في بل موسع بالنسبة للشغل بتاع الجوية، والسلاح موجود وكله موجود. نجي نتكلم عن الكومة، منطقة الكومة، الكومة الزيادية، الكومة دي طبعا الآن عمليات الجنجويد أو غرفة عمليات الجنجويد المدور الشغل بتاع الفاشل الآن متواجدين في الكومة. الآن كل المنهوبات والمسروقات كويس النقلوها من القرى بتاعت الفاشل دي الآن وصلت الكومة. أنا ما عارف ليه، وتكلمنا في الموضوع ده، ليه الطيران مستثني الكومة دي من الجغل ومن الدق، تدق نيالة وتدق الزرق وتدق المناطق دي كلها، كل القرب ده الطيران واصله وبدك فيه أهداف جنجويتية أو معاقل للجنجويد. إيش معنى الكومة؟ الكومة دي بتشكل خطورة، الآن كل القيادات موجودين، والكومة دي المركز أو القيادات المهمين زادهم قاعدين فيها الآن هناك. اللي بيمنع الطيران ما يشتغلهم شنو؟ اللي بيمنع الطيران ما يشتغلهم شنو؟ بس نحن دايرين سبب وجيه، قاعدين نقول الكلام ده مرارا وتكرارا. نهائي انا ولا حس انه الكومه دي اخذت حصتها او اخذت الجرعه الكافيه بتاعتها يعني، وحتى في متحركات تحركت من الكومه دي يعني، وبتواجه او بتهاجم الدفاعات المتقدمه كويس للجيش، وبترجع فيما بيرجع الكومه. ليه الجيش ما داير يدق الكومه؟ ما ده سؤال، نحن والله اتكلمنا وراسلنا وعملنا اللي علينا يعني كويس، وفي طيارين ما لاقين اجابه لكلامنا ده، بقول لك انا الشغله دي تعليمات. طيب يا سيطره، ليه
الكومة دي خارج حساباتكم، نفهم شنو من كده يعني. في ناس مهمين جدا جدا تابعين للميليشيا دي كويس قاعدين يعني قاعدين الكلام ده والله يقول له فوق وقاعدين نقول فوق يومين يا اخواننا. الكومة 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 دقوا الكومة دقوا الجنجبيت المتواجدين الان في الكومة دي، فيها صيد سمين فيها صيد سمين الكومة دي، الكومة الزيادية ما عارفيننا ولا كيف كويس يعني. انتوا شغالين في شغل كويس يسر البال ويرفع الراس ويشفي الصدور في باقي المناطق، ليه الكومة دي لحد الان ما وصلت عمليات؟ لاحظ انت بس الكلام ده، ما وصلت عمليات جوية وعمليات تكون كافية شافية ليه؟ هذا موضوع داير مراجعة يعني، ودايرين نعرف الحاصل شنو بالضبط. احنا لازم نشوف شغل في الكومة دي، لازم في جنجويد كتار اجرموا في حق الشعب السوداني ده وقاعدين ونهبوا كل المسروقات والمنهوبات دي الان قاعدة في الكومة هناك كويس. في امدادات قاعد تتحرك تصل الكومة، من الكومة قاعد تنطلق تمشي مواجهات اخرى، ليه ما يتم دكة ويتم بلة ويتم جغمة؟ هل بيمنع شنو يعني؟ نحن دايرين نعرف. طيب على سبيل الموقف العملياتي او فيما يختص بالموقف العملياتي، طبعا الموقف عمليات مشرف شغل يشفي الصدور وكل حقائق. نحن انت عارف اللي بيميزنا على الجنجبيت ده، احنا قاعدين نجيب حقائق، هم قاعدين يجيبوا طلس وقاعدين يجيبوا سواقه. ليه لما تيجي على تصور لي قدام عربيه تابعه لك انت مدمره وتنسب الانتصار ده لك، انت ما عندك حاجه، انت مجروم مجروم ما عندك حاجه، ده كله عشان تصل لشنو؟ حفظنا نحن الخطه دي ذاتها، حفظنا بنعرف عربات الجيش والله، عربات الجيش شفتها لو مفحمه نحن بنعرفها. هس الان اللي قاعد تعمله فوق ده والله فرفره مذبوح. ولو جينا للواقع واقع المعركه انتم مبذولين ومجروحين في كل المحاور مدقوقين. نبدا لكم من بابانوسه، بابانوسه الصمود والله العظيم، في ناس زي بيقول لك بابانوسه وما عارف شنو. شوف الجنجويد ثلاثه روايات، الروايه الاولى قالوا بابانوسه قاب قوسين او ادنى من السقوط، الروايه الثانيه قالوا نحن قريبين من بابانوسه، الروايه الثالثه قالوا بابانوسه دي بتسقط باذن الله تعالى والمحاوله بتاعت الليله كانت ناجحه. انا قال له قولوا واي قولوا واي قولوا واي جنجويد قولوا واي. وانت شفتوا طريقه هجومهم كيف؟ دير الرجال بسقطوا بابانوسه كده سؤال بس، دير الرجال بسقطوا بابانوسه يا اخي. انا قال له الزول تلقاه عشان كده سيطره ويا طيران. قلنا لكم البيوت اللي حول الفرقه دي مواطنين كلهم مرقوا منها، كل المواطنين مرقوا منها، دقوا المتلبدين قاعدين جوا هناك دين دقوا، مو اصلا كده كده الان ما قاعدين لاقين تاني. احنا بنتوقع ومتوقعين يعيدوا الكره، لكن دقوا البيوت دي دقوها نعمال ده الشغل ذاته، دقوا اصلا ما ترفعوا منه دقوا الليله كويس. ومين امس نازل عندهم محاولات يائسه بائسه خجوله كويس، جو نظام شوفوني وزول بيقول لك جوا الفرقه، لا نحن الفرقه دي جنجويتي ما بنعرفها ولا الفرقه دي هيشني، انت ما وصلت الفرقه ذاتك، انت بعيد يا زول والله العظيم. في فيديوهات اقسم بالله يا اخوانا نزل يعني ابطل منهم ما في نهايه يا اخي، دي اجبن ماليشيا، الواحد قاعد ويتابك ومتلبد في بيت ولا قريب من بيت وتحت العربيه يقعد يقول لك والله لازم الله اكبر وابشروا وسووا ونحن قريبين من الفرقه والله ديك الفرقه وان شاء الله ندخلوها. يا زول ما تكتر كلامك، ديك الفرقه دايره ادخلها طيران، اي نعم اشتغلت شغل مشرف لكن حول الفرقه، اي بيت حول الفرقه الجنجويد اللي اختاروا منه مسح كامل شامل، دقوم دق بلا رحمه، جربهم جرب صح. التحيه لنا بابانوس اقسم بالله العظيم، مر الجنجويد ذاته العمليات دي بتتم كيف، والروم ده في الجغم بتتم كيف، وبتمنون منى ما تسمع اقسم بالله، بتمنون منى. شوف الناس قاعدين داخل الفرقه دي والله بتمنوا الجنجويد دي منى، بتمنوا الجنجويد دي منى، جا صوروا وجروا يا اخي ما جابوا لنا جثة بتاع العسكري واحد، شوية كده جثثه ملت الميديا، بس بعد تصويرهم ده شفته بلحظات جثثه ملت الميديا، ميتين والله العظيم بزار قاعدين ميتين ما عندهم أي حاجة، والميديا كلها شابكين أنا لك بابانوسة قاب قوسين أنتم رجال بسقطوا بابانوسة، فبابانوسة بخير الناس تطمن ساكت والله، الرجال في بابانوسة
اقسم بالله العظيم شفتوا يكملوكم كده بس ما عندكم اي حاجه، جايبين لكم قال فقراء يمنعوكم من الطيران ما يشوفكم، وجايبين لكم فقراء قال الذخيره ما تدقكم وبدا قاعدين تتجاهلوا وبتخلوا جثثكم وبتقوموا يعني بالمنطق. انت زوج تهاجم ما قدرت تشيل جثه، جثتك ما قدرت تشيل جرح، خلي الجثه الجرح ما قدرت تشيله، جرح ما قدرت تشيله بسقط تفرقه كيف؟ كده سؤال، جرح انت ما قدرت تشيله بتسقط فرقه كيف يا جنجويدي؟ سؤال، بتسقط فرقه كيف؟ ويومين قاعدين تجوا وبترجعوا، والله العظيم اقسم بالله العظيم قتلاكم ديل مقارنة بناس الجيش بيغادي ولا أي حاجة ولا أي حاجة. هسه هجومكم الكبير ده كله قتلتوا كم من الجيش؟ جرحتوا كم من الجيش؟ قتلتوا كم وجرحتوا كم؟ كله سواقة ساكت بطالة ساي وقت تجيبوا ناس على الأقل يجيبوا رجال. وعلى الغزم أنا بابونسة ديل لو انسحبوا الليلة، لو انسحبوا الليلة أقسم بالله العظيم أنا عافي منهم، العمل فيكم ده ما سهل، والفرقة ساددنا على بابونسة ديل ما سهلة، والناس لا بالشك ولا بتبك ولا بقولوا نحن دايرين ولا بقولوا ناقصنا ولا ولا ولا، ناس ضاغطين شفت على بتتك ده كده كبار على صغار كلهم عازمين على نهاية الميليشيا دي وعلى سحقها، والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى ناصرهم. وروا الجنجويد الكتاب، وروا لنا هذا الشغل كيف، وطفوا النور منه، قاعدين متلبدين ليه بعيد هناك متجسسين في الخلا متجسسين في بيوت الناس وتمسكوا في المواطنين تقول لهم قال انتوا ابو الدات ورسالتكم شنو كذابين يا زول؟ ابطال الحقيقيين دي لكم بتعرفون كويس درمود واولادهم قاعدين والله وراكم الطاقه النور منه. فبابانوسا اخواننا عصيه على الدنجويت، بابانوسا كويس من المستحيلات باذن الله تعالى انها تسقط، والله العظيم انا قلت لك بابانوسا دي الدنجويت اللي استلموها انا عارف من القشم بتاع بابانوسا دي سدوا فرقة كبيرة جدا جدا. طيب الفاشل، شوف الميديا حاجة والواقع حاجة والله العظيم والله جنجيت عارف الكلام ده كويس، والله نازل ما تموت في الفاشل دي، والله ما تموت، لكن انا قلت لك ترى جنجيت عشان ما عنده تمن، ترى ما جنجيت ما عنده قيمة، والله الناس بتضلوا فيهم لكن الناس ما تموت، ما تموت الجراد فقدوا شفت موت كده ذاته خيال، والله العظيم الجغب جغب ولحد الان ما حققوا اي انتصار تذكر، نازل فشل عادي شغلهم الفاشل من الفاشل دي والله كملتهم، بس الفاشل ده عصيه على الجنجويد، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، جيش الفاشل ده واقف قنا ذخيره فيه كويس، حتى الليله الجاي ذاته يعني بدا يصلح او يصحح في اخطائه، وناس المشتركه كمان مكملين ومالين يمينه، ما تسمعنا الشائعات بتاعت انه والله العظيم ناس المشتركه في ضباط منهم مشوا قعدوا مع الميليشيا كضابين كضابين كضابين، اقسم بالله انتم مسيلمه ذاته مسيلمه ذاته يا جنجويد، ها والله خزن من كتبكم وخزن من سواقتكم، يا حالك دينك وايمانك ما بتفتروا انتوا، قال قاده من الحركات جو قعدوا معانا، قاده من الحركات بالنكم ده الصحيح، اما زول قاعد معاكم ولا فاوضكم ولا عنده النيه يفاوضكم ده ما في على الاطلاق، ما في الناس زي كلهم شفته في القوات دي، بس همهم الوحيد انه يغمرهم، والموضوع ده يا اخواننا محسوم محسوم. الفاشر ده انا قلت لك ان اجتمعوا الانس والجن على انه يدخل الفاشر دي، ما حيدخل الفاشر دي، ما حيدخل الفاشر دي على الاطلاق، ولا تيجي تقول لي كلام يا صرعات انا صحبطني يا زول يمكن يكون كلام سياسي، يا صرعات نفسه يا صرعات نفسه عارف تماما انه الميليشيا دي ما بتقدر، عارف امكانيات قواته هناك، عارف دي الا كان تحصل بيعه ولا توجيهات ولا تعليمات، لكن جنجر كده والله العظيم الدنجا دي الفاشر دي ما بيقدروا لا ولا بسقطوها. التحيه لابطال الفاشر كلهم والرحمه والمغفره للشهداء المواطنين، اقسم بالله يا جماعه جنجويد ديل حرقهم بس على المواطن في الفاشل في الخرطوم في حرقهم على المواطن، المواطنين سقطوا جراء القصف المدفع المتعمد من الميليشيا اكثر من الجيش، انتوا هسه من الجيش المشترك قتلتوا كم يا جنجويد؟ كده سؤال نسالكم لو انتوا من الجيش ومن المشتركه قتلتوا كم؟ من الجيش ومن المشتركه قتلتوا كم؟ انتوا قتلتوا مواطنين، طلع واحد من الميليشيا عشان تعرفوا انه نازل حتى في يعني معلوماتهم ضاربه واحد من الفرنجات الرخاص مدفوعين الاجر، الناس القابضين مال الدم ديل
طلع قال لك قال الان سقوط معسكر ابو شوك. يا اخي معسكر ابو شوك وفيه قوات، ده معسكر بتاع نازحين يا ده معسكر بتاع نازحين يا جنجبيت يا ابو ميتا. هو عمره كله ما فات غريب كويس، جاي يقول لك الله اكبر، والله اقسم بالله العظيم شفت النوع ده. وبدا هاي سبحان الله سبحان الله يا اخي، ده معسكر نيفاش، ده معسكر بتاع جيش ولا معسكر بتاع مشتركه؟ انت ارتكازات الجيش ما عارفها، انت ما عارف الجيش وعارف الميليشيا دي قاعده وين؟ يعني نيفاشا وابو شوك ودين دي معسكرات تابعه للجيش، فيها تمركزات بتاع الجيش. انت ما قلت انا في حسب اعلامك قلت انا وما عارف متكفل والمواطنين، وقلنا له انت الان بتقصف في المواطنين، قصفك للمواطنين ودقك للمواطنين ده 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 عقاب للمواطنين، انه كيف يكونوا يعني داعمين الجيش وخلف الجيش، ده عقاب لهم. انا المواطن في الفاشل كله جيش، كل المواطنين في الفاشل جيش، الا كان خاين. واي خاين في الفاشل دي، اي خاين في الفاشل دي كويس بتبجقمه وبتنبله، اي خاين في الفاشل دي بيتم التعامل معه اقسم بالله العظيم. وقلنا لكم انا الفاشل اي خاين لو شكيت فيه ساكت، الزول ده عنده علاقه بالمليش او بتخابر مع المليش او بدي احداثيات او صرح ضد الجيش او صرح ضد المشتركه او قال اي كلام في صالح المليشيا، اياك ثم اياك تسكت على الكلام، ترفع طوالي قدام والله العظيم. تتهاون بيحصل لك نفس اللي حصل الجنينه، ده المستهدف منك انت المواطن ده. دفنوا الناس احياء، اقضب ناس الله خلقهم على وجه الارض، دفنوا الناس احياء، بيجي يتكلموا لك على الديمقراطيه وعلى التعايش وعن شنو، والقريبه انه في فلنجايات، فلنجايات اهلهم الان في المعسكرات، اهلهم في المعسكرات، في المعسكرات الان بيقصوا في الجنجويد. يجي يقول قال والله العظيم جاهزيه قدام، شفت النوع ده؟ ده يا ريت لو كان ذاته كويس سقط، يا ريت لو ما كانوا يودوا العينه دي ذاته. وهو في نظرهم ذاته امباي، هو في نظر الجنجويد اساسا امباي. انت قال برعشتات ديل، برعشتات ديل انت قايلهم جايين عشان يتعايشوا معك. نازل جايين عشان يحرقوك، جايين عشان يدفنوك حي، جايين عشان شفت ينتهوا منك، جايين عشان يعلنوا دولتهم. انت اقعد طبل لهم من هناك، بعت اهلك، بعت عرضك، بعت ارضك، انت ما في فرق بينك، انت ديوس يا زول. اي فرنجاي الان في وسط الميليشيا اللي بيطبل للميليشيا ده ارخص منه الله ما خلق. عشان كده قضيه الفاشر دي قضيه مصيريه، معركه الفاشر دي بتختلف، ما تسمع لك كلام ياسر العطا ولا غيره. ياسر العطا اي نعم ما لقاش وكارب واي حاجه، لكن موضوعه في الفاشل او حديثه على الفاشل ده صراحه الحديث ده خصما عليه، حص خصما عليه، خصما عليه. ما في قائد بيجي بقيف بهبط معنويات جنوده او بدي احتماليه سقوط منطقه الناس واقفين فيها قناه، شاء من شاء وابى من ابى. هو تماما يعلم انه الفاشل دي لن تسقط ولن تسقط ولن تسقط ولن تسقط. الكلام ده احنا قلنا لك وحنقوله لك وحنستمر والله العظيم. شفت الناس الفاشل ده لو يكمل عن بكرة ابيم، لو يكمل عن بكرة ابيم والله يا جنجويتي ما تخش الفاشل دي ولا تتهنى بها، والله ما تخشها ولا تتهنى بها. وما في اي في اخطاء في الفاشل بالنسبه للقياده، لكن لحد الان ما بنقوي نزول. لو عرفنا اي معلومه عن ضابط مهما كان رتبته ان شاء الله يبقى قائد الفرقه ذاته، لو عرفنا عنه معلومة إنه طابور ورب الكعبة ومنرحمه ولم نفرط فيه. إذا أنت بتقول الفاشل إذا سقطت وإذا وإذا، طيب لما سقط لو الفاشل سقطت أنت تاني على رأس القوات المسلحة داير شنو؟ تاني أنت تقابل الناس بيتوش يا ياسر أو سعدته ياسر، تقابل الناس بيتوش، فكلامك كلام غير، حتى وإن كان سياح وإن لا لا ما ينفع نهائي، دعايات ما فيها هزار. الآن التركيز كله على الفاشل، ثبات الفاشل وصمود الفاشل، وما الاكتفاء وليس الاكتفاء بالدفاع عن الفاشل فقط، لا التقدم، التقدم. هسه انا الحاجه بعرف انه الجيش ده حيمشي يتقدم يعني، والمشتركه حتتقدم، وفي توجيهات بالكلام ده رغم انه في انتشار وفي تمدد، لكن بيتم يعني الانسحاب، لكن باذن الله ثاني الشغل ده حيمتد كده. ما هم الجنجويد ديل غير البل والسواقه ما في حل. الجنجويد ترى ما عندهم ثبات. هسه الجنجويد اللي صبرهم لحد الان شنو؟ اختباءهم بس وسط المدنيين. اختباءهم وسط المدنيين. لكن تلقى الجنجويد كده راس براس في صحراء، اقسم بالله ما عنده اي حاجه. والله ناس هناي ديل
ناس المشتركه مع ناس الجيش ديل ياكلوا يا اخي، ديل ما عندهم اي خبره. شفت الحول الفاحش ديل ما عندهم اي خبره قتاليه، ما عندهم اي خبره قتاليه. فعشان كده الايام الجايه دي انا متوقع، وزي ما قلنا لك يا سيطره ويا جويه فيكم اللي بيسمع كويس بالنسبه للطيارين، ارتكازات الظاهره الكلام اللي قاعد نقوله لكم، ارتكازات الظاهره دي انتهوا منها. اي شفت تجمعات الجنجويد جايبين لنا ناس لابسين جلاليب ياخذوا لابس له جلابيه لا دب قاتل ده كلهم جايين للشبشبه، كلهم جايبينهم من افريقيا الوسطى، جايبينهم من مالي، جايبينهم من النيجر، جايبينهم من تشاد، حتى الليبيين، حتى الدنيا دي كلها فيهم. كويس يا نازل، احنا دايرينهم كده زي ما بيقولوا كده تساوى بهم الارض، يتم جرهم نهايه رحمه ما بعد. انت الواحد هذا لو قال له السودان ده يفكر مليار مره. مش الغنائم الجايبات، احنا ذاتهم بالنسبه لنا قديم وبالنسبه لنا هدف مشروع. الطيران دق الزوق في امداد تابع للميليشيا، منصات بتاع الصواريخ كويس، عندهم برضو امداد وقود تم جمعه وتم بله. بس في حاجه حتى الوقود يعني في عربات في شحنات عادية بتيجي تحمل وقود، ما في حاجه اسمها وقود بتاع مدنيين يتحركوا يمشوا وين، ما في. دي منطقة بتاعت ماليشيا. الوقود ده كله بيستخدموه الماليشيا. ما يموهوكم ويقول لكم ما عارف والله العظيم ده، لا لا ما في كلام فارغ زي ده. اي تنكر يحمل وقود ده هدف مشروع يتم التعامل معه ويتم بله. الشغل ده ما يكون بالطلب، الشغل ده يكون يوميا. زورك دي كتروا لها، زورك دي قاعدة عسكرية تابعة للجنجة، أغلبية الجنجة قاعدين متواجدين وظاهرين، ارتكازاتهم ظاهرة وأماكن إمدادهم ظاهر، يتم بلها طوالي باستمرار. الجنجوي الكبير قال لك يا والله العظيم الطيران جا دقة وصور ومسح وشكله كده حيجي بالليل، يجي بالليل يجي الصباح يجي في أي زون. طبعا كنت مسيطر أرميها، قلت له خلينا اشتغلت، لكن برضه نحن دارين شنو؟ نحن دارين العدة الجديدة برضه تزور النازل. شفت ركزوا لنا على الدعم اللي بيجي طالع من الزرق الداخل والطالع. الزرق دي شفتها المفروض تتحاصر لا داخل لا طالع، طيران بس يشتغل. اردموهم لما يقولوا ما دايرين، خليهم يتبكوا ويشكوا ويمشوا السما زادوا. كويس؟ الدارين يعملوا. يقولوا الدارين يقولوا، الشغلانة شغل عديد كده، شغل مجيد، شغل يشفي الصدور، لكن لسه نحن نطمع في المزيد. فتم الجغل بريح وتعالوا كله زي ده. وناس الكومة والله العظيم جايينكم زي ما قلنا لكم، ناس الكومة جايينكم. طيب اللواء أمس أنا ذكرت لك ده كان جاب عبد الرحيم دقلو ملقب بالدور الهاج ده، جايب منه قال يظبط الأخطاء بتاعت علي يعقوب المصيج، فانجرم هو ذاته، تم جرمه الدور الهايج، تم جرمه جبال الجماعة صلوا عليه، تصلوا عليه. والدور الهايج داس عليك دينك وايمانك وعمره ده كله، تلقيهم واحد كده ركعة لما تيجي تصلي عليه انت جيت بالسهبل. تم جرمه اللي امس، هو اصلا اتصاب امس لكن تم دفنه اليوم، اصلا اتصاب امس وهلك اليوم. التحية للفاشر، التحية لمهرب الفاشر ولقشم الفاشر. يا اخي مهزلة يا اخي، قال الله نسوان قاعدات حارسات الدفاعات كويس، وقاعدين صابيننا كده وداقين باللي مع الجنجويد دي بدافع عن ارضهم وعرضهم. وبعض السفيهات مطلوقات قال ما عارف مبادرة وما عارف اجتماع تأسيسي وزفت، ده كله نفاق وكله كذب. ما عندكم اي وجعة على السودان ولا عندكم اي علاقة كويس بالسودان، اقسم بالله العظيم. انا زمان قلنا لهم هنا ان الناس زي المدسوسين على الثورة مندسين وما عندهم اي علاقة ولا بيفهموا مصلحة المواطن، الناس زي بيفهموا مصلحتهم، يجلسوا على الكراسي دي ولو شفت كل الدمبقة للركب. اخطر من النازل انا ما لقيت، النازل دمويين، النازل هسه الان بباركوا جرم الميليشيا كويس للمواطنين
وقت الميليشيا المواطنين ده باركو مبسوطين وبضحك ولا الجلسه الاخيره، ويجي يقول لك هذول على الناس اللي بنعرفهم الكنداكات اللي بنعرفهم ديالهم هناك في الفاجر قاعدين في الدفاعات، لكن شفت الصعلوقات اللي فات برا ديل والله العظيم انتوا اللي بتمثلونا ولا في زول فاضي لكم ولا في زول شايفكم اساسا، وشغلكم ده باللو اشربوا مويتو. طيب الفاجر، الفاجر ده يا اخوانا اتكلمنا فيها ولكنا فيها كتير، لكن الايام الجايه يعني احنا هنضغط على موضوع الفاجر ده، والضغط بجيب الشغل، احنا هنضغط على الجويه انها تشتغل التواجد او الارتكازات بعيده المدى حول الفاجر دي، يتم التعامل معه اول باول، والامداد يكون بشكل يومي ويكون بصوره يوميه، وبعدها برضو التدوين يا قشامه يا مدفعيه يشتغلوا النازل. والله العظيم الخلا ده كله كويس، فيه اهداف والله العظيم، والله انتم تجدعوا تقولوا يمكن الشغل ده، لا لا والله العظيم، والله في ينجب بسرقوا دقوم دقام الهم دقوم باللوم نظفون كويس اشتغلوا شغل صح، ولنا بنقول لكم كملوا بس، وكلنا معاكم ما تسمعوا الشائعات، ناس تشوف كلام في الميديا هنا لما نجي نتاكد من غارب كله طرس وسواقه خلاص، ناس قاعدين اليوم ده قال الميليشيا تتقدم واستطاعت انها تتجاوز حي الوحده، وهنا الجماعه جغمهم لك والله اللي من قالوا ما دارين، الجماعه جغمهم لك دافنين اكثر من 49 جثه، 49 جثه وعدد من الجرحى واسرين عدد منهم، ويقول لك والله العظيم ما زالوا يتقدموا، وانت بتتقدم في السماء ولا نجم جويد؟ هتتقدم في السماء ولا بتتقدم وين انت؟ انت على ارض الواقع مجغوم، فتحيه لناس الفاجر اخواننا، الفاجر ده عصي على الجنجويد وما بتظبط الناس في الطمع خالص. طيب نجي للعاصمه، العاصمه نجي لام درمان، ام درمان، ام درمان طبعا المؤسف انه جنجويد اصبح يستهدف المواطنين بطريقه يوميه، يعني استهداف مباشر، قاعدين يدونوا عندهم بعض المدافع جندلوا بعض مواطنين جن في ام درمانات، وده استهداف مباشر، طبعا الشغل ده كله معروف القرض منه الضغط على المواطنين عشان يسيبوا يركعوا يقولوا لا للحرب، او انك انت قاعد في اماكن سيطرة الجيش، بمعنى انك انت مؤيد الجيش وانت فلولي زي ما هم بيقولوا، هم طبعا براز الفلول وهم الفلول ذاته، فهذه الحاجة المؤسفة في ام درمان، لكن كمان الجيش غربي ام درمان صراحة يا اخوانا اللايف ده شايفه وقع، اذا موجود في اللايف ده شيء عشان ندي تفاصيل الموقف العملية بتاع ام درمان، ونختم بالجزيرة، اذا موجود في اللايف ده يشير الله يبقى شايف دقة التراب بسبب عدم الشير. ناس شير يا اخوانا، ناس شير، نرجع للموضوع تاني. ايه ده في اللايف ده يشير، اللايف ده شايف دقة التراب بعدم الشير، الناس الموجودة تشير، شيرك بيجيب غيرك ووعي غيرك، طبعا الجهاز مرحلتين نحن نرد على جنجويتي في لايف، لا لا نهاية ما بنرد على جنجويتي في لايف على الاطلاق، جنجويتي في لايف ما بنرد على تاني، اقل حاجة بنحذرك مع ان لك اي حاجة تنبح كده في النهاية بنحذرك، يعني طيب بالنسبة لام درمان، القربي ام درمان الجنجويت مبلولين قربي ام درمان، و ايضا يقول لك غير كده فهو كاذب يثبت لنا، دارين يرفعوا روحهم المعنويه مش يصوروا فيديوهات وزعموا انهم متواجدين في ما عارف عده مناطق وكله طلس وسواقه، طلع ابطال القوات المسلحه طلعوا وفندوا الموضوع ده، فتواجدهم بقوا في الميديا فقط، اما في ارض الواقع ما عندهم حاجه، و
أمورهم جايطة. جنجوية الليلة في قربي أم درمان مجقومة منهم 6 عربة عبر القصف المدفعي والاستهداف، والشغل ماشي كويس جدا جدا، وكذلك عملية نوعية ناجحة استلموا فيها 2 من الجنجويت وواحد متعاون. ف كويس السواقة بتاعت الجنجويت دي يا اخوان، الناس ما تمشي ورا وما تلتفت ورا. ومدرمان دي انتوا زي ما عارفين حرب المدن دي، احنا قلنا لكم قبل يوم، قلنا لكم يا اخي حرب المدن دي بتاخد، يعني انا الليله الجيش بعزره زي في قرب مدرمان بعزره ما في مشكله، لكن كلامي عن القيادات في المناطق الظاهره ومناطق حركه الجنجويد دي المفروض يعني نحن ما نسكت عليها، لكن قرب مدرمان الجيش شقال، وكل المحاولات بتاعت الجنجويد والتسللات بتاعتهم باتت مكشوفه ومعلومه، وفي اختراق واضح 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 داخل ما تبقى من الجنجويد او قوات او مجموعات الجنجة، ويمشوا كده يجوا يشكوا في منو، يشكوا في ناسهم ويقول لهم انتوا قاعدين تتعاونوا مع منو، قاعدين تتعاونوا مع الاستخبارات. كثير من الجنجويد تم اعدامه بالطريقة دي، المتعاونين تم اعدامه بالطريقة دي، كتار جنوب الخرطوم بالذات كمية من المتعاونين تم اعدامهم، يعني نازل بالميت كده عادمين العشرات العشرات، ده كلهم باتهام انهم انتوا تتعاونوا مع الجيش، كل ضربه تصيب الجنجويد يفقدوا زول عزيز. ما انا قلت لك انت فلنجاي يا جايبين لك فزع ده، ولا كان من بيك شغل ده، انت بالمناسبه الحياه القصيره والله العظيم اي حاجه بشكوا فيك، تطلع قلبانك تضرب صاحب بشكوا فيك، كتار الجعمون بسبب تلفوناتهم. فانتوا جنجويد مخترقين، يعني اي تحرك او اي تنسيق لتحرك ملاحظ انه في ضربات استباقيه عبر المسيرات وعبر القصف المدفعي. عاد الجغم بتاع المسيرات، اتكلمنا قلنا الجغم بتاع المسيرات وقف شويه، لكن الحمد لله رب العالمين الجغم بتاع المسيرات عاد والشغل ماشي بالصوره المطلوبه باذن الله. قربي ام درمان بتنضف ومنا بنتجه جنوبا، وزي ما عارفين اخوان الفتحاب فيها جيش، نحن بنتحدى الميليشيا، مش قال لك نحن ولادة قضابين ما عندكم اي حاجه سواقه بس بالقلق، الفتحاب دي فيها كاكي اخضر شايفين انتوا، والتحالة ناس العمل الخاص شغالين شغل صح يا اخوان. الجنجويت اقسم بالله حركتهم بقت محدوده، الجنجويت الان محاصرين في قربي ام درمان، محاصرين في قربي ام درمان، انا بقول لك بالفم المليان، طالب انك انت جنجويتي ما قاعد 3 شهور، 3 شهور ما قاعد يتصل، يعني انت لاحظ الدفاعات المتقدمه بس في سلاح المهندسين قاعد تصد تسللاتك، الدفاعات المتقدمه في سلاح المهندسين قاعد تتعامل معاك وتصد تسللاتك، رغم التسللات اللي قاعدين تجمعوا لها، جبتوا لها ناس من المنصورة وجبتوا ناس من البداد وجبتوا ناس من بغادب هناك من السلامات وجبتهم، ما قدرتوا تعملوا حاجة. جبتوا النصير، النصير انجغم والله العظيم، جبتوا النصير، النصير انجغم، جبتوا محمود وتعرفة، محمود وتعرفة اذ جغم كويس، جبتوا محمد اسمه منه دقيقة اسمه شنو نهايته، وطفتين ولا وتيناي يتمسك حي، مقدمكم الفي الدوحة مقدم يتمسك حي، مقدم جاي قائد تسلل، قائد تسلل بإزعافهم بعربيتهم الشريحة تقول جايين عرس، دقوا معاهم باللي نازل عمل الخاص زي ما تعم لك قرنوف كده بلوم لك بل صاح، واشتغلوا معاهم شغل بتاع أربي جهاد، الشغل على خفيف كده المقدم ذاته اقعد تحت قاعد تحت، اقسم بالله اقعد تحت قاعد تحت والله. 3 إصابات، 3 إصابات خفيفة في الرجلين بس، خلوه ما قدروا يشيلوه، قاموا جايين تسلل، يعني لا لا انا ما اعرف هم بيشربوا شنو، تسلل بإزعاف وتسلل ما عارف بشريحته وتسلل بهنا، كلهم تم التعامل معهم وتم جامهم. السواق اللي بيسوي فيها الجنجة كلهم ما قادرين يخترقوا كويس، ما قادرين يخترقوا حي الدوحة، الحتة اللي هم اساسا قاعدين ما قادرين يتقدموا قدام،
انت تيجي تقول لها قال ماليش يحرز التقدم في ام درمان، تراجع دي بشنو؟ بته ولا برا؟ لما تقول لها الجيش تراجع، ما في تراجع ولا الجيش. الصحيح انه ناس ابو طيره غيروا الشغل كويس، وناس ابو طيره استلموا مواجهات برام، وشغالين كوماج وشغالين مداهمه في اي وقت برام وشم ابو طيره تحيلم، ومعاهم ناس المهام الخاص. فيا جنجويد انت موضوعك في قرب من دور ما نستحمى، ما عندك حاجه وهتتبلى، ولا ما جيت هنكسف لك الشغل بتاع المسيرات هتنجرم والله العظيم جرم. لم تقول ما داير والله والله، ودي ما القوات الاساسيه. انا قلت لك والناس بتقول لك يا اخي والله العظيم ما عارف جنجويد اللي عندهم عقيده قتاليه، والله يا جماعه جنجويد الحي الوحيد اللي انا بعرف الناس اللي عندهم لياقه للجري، والله جنجويد بيجري وما بيجري رافع راسه، بيجري مدنقر للجري الدنقاس، بيجري مدنقر ومدنقس كده وبقوم جاري، والله العظيم ما رجال على الاطلاق. في غرب دورمان ده نازل والله العظيم ما عندهم حاجه، تحركهم محدود، ما تسمع السواقه بتاعتهم دي، كل التسللات بتاعتهم وكل الحيل بتاعتهم والتكتيك بتاعه لبسهم للكاكي بتاع الجيش وما كله طلع طلص، بيتعاملوا معاهم حفل استقبال والله العظيم، استقبال بمواجهته بالوضعيات بتاعته شغل زي الشغل. فالحين الوصيه ما عمل اي حاجه، جبت قبل يوم قلت عثمان عمليات عشان اغير لكم في اناء، طلع الساي صيد كويس، جبته قبل كان في صاحبك علي فضل كان جرى اجازه عرس وما عرس، تقول هناي ما عندكم حاجه يا اخواننا. فالامور كويس، الامور يا اخواننا جايطه عند الجنجوي. طيب جنوب الخرطوم، جنوب الخرطوم طبعا ما فيها حاجه غير عمليات العمل الخاص والنفط. الجماعه قاعدين مرتاحين في الدباسين، جماعه قاعدين مرتاحين قاعدين كانه ما في حاجه، فجاه كده ظهر لنا لمسه العمل الخاص، اقول لك سؤال كده من قالوا ما دايرين، ناس جروا خلوا الحلل بتاعتهم مشدوده، حلل مشدوده خلوها، اقسم بالله قاموا جارين صيدوا بل ولا ما بل الشجره تحيلهم. ها ملوك الرجم اكثر ناس شبعوا في الجنجبيل ناس في الشجره دي، وهسه الان عادوا للشغل. وانا قبل يومين لو لاحظتها انا قلت لهم يا ناس المدرعات انتوا نمتوا على الاقل اتحركوا، ما قصروا والله العظيم، اتحركوا واشتغلوا وبلوا والتحيلهم. طيب عندك المقرن، المقرن الليله الجنجبيل ضربات استباقية استهدفتهم والله العظيم، مدفعية شغلاتهم شغل وبلتهم بل وجغمتهم جغم ما بعد جغم والله، ما الجنجويد ده القضابين والله، انا اغضب من الجنجويد، انا ما اعرف الجنجويد ده بردعوه كده وبردعوه بردعوه. لقيت واحد منزل قال بل المقرن، انت المقرن اتحركت منها وين؟ انت ما اتحركت شبر من المقرن، انت شبعوك مدفعية كده لما قلت ما داير في المقرن دي، شبعوك متفاجئ كده لما قلت ما داير، يعني الليله في المقرن دي بل ميت كده، انت فاقد على الاقل 9 ولا 8 عربات، تيجي تقول قلب المقرن بلت منه في المقرن، مشيت وين؟ من المقرن انت مشيت وين؟ انت دقوك ضربات استباقيه ودقوك وسيارات كده لما قلت ما داير، تيجي تقول قلب المقرن دي سواقه بل خلاص ما عندك اي حاجه. طيب عندك جنوب الخرطوم قلنا ما في حاجه غير القصف المدفعي والشغل اللي اشتغلوه ناس العمل الخاص امس، ما في حاجه ثانيه. المقرن الجنجويد مبلولين بضربات استباقية مباغتة كويس، وانجرمت فيهم عدد من العربات. طيب قلنا بحري، طبعا بحر الصمود البحر دي موضوع مختلف، جنجويد في بحري كملوا شايفين عمليات بتاع التمشيط عديل، ما التمشيط تمشيط تفتيش حضرنا ولم نجدكم، شفتوا شمالا ده ناس القدر وسارحين سارحين بجنجويد، بالمناسبة الشغل ده ما انا هرب استنى بالليل، هسه كلامك دي شفت الجنجويد ها؟ عاملين حسابهم والناس العمل الخف، والله في ناس بنوه بالنهار وبيشتغلوا بالليل، والله بنوه بالنهار وبيشتغلوا بالليل، مكانات ديل بس تخصص بالليل، التاسعة وجزء من التاسعة وجزء من ناس العمليات وجزء من ناس ابو طيرة وجزء، والله نازل بس بالليل، اقسم بالله العظيم في نازل تخصص كده جزارة ليلية، تخصص جزاز الليلية، ما خلوا لك جنوبي والله العظيم، بل لهم لك بل تخصص ده شغل يومي. انا لما قاعد اقول لك بدأ العد او بدأ العمل الليلي
ده معناه انا قادر اتحرك يا معلم، والقدره دي سيطره تامه، وده جيش ما بينحجر زي ما قلنا لكم. وانا قبل كده كلمتك قلت لك لو كل المحاور بتشتغل بنفس الحماس وبنفس التكتيك وبنفس التخطيط بتاع ناس بحري، بالذات ناس الدرمان، انا بقول لك انا يا اخوانا الجيش التحت انا ما عندي معه طريقه، انا بتكلم على القيادات ناس درمان تعلموا من ناس بحري، والله العظيم تعلموا من ناس بحري، تعلموا من عمك ياسر ده، تعلموا منهم، تعلموا من كتيبة الموت، تعلموا من شوفوا 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 الناس دي بيعملوا في شنو واعملوا، والله العظيم ما تعتمدوا على الشغل الظاهر، والله نازل سبحان الله قلوب يعني ثبات. انا العقيده القتاليه عند العسكري السوداني ده ما لقيتني عند الجندي السوداني ده، حتى وعند مهما كان جهاز امن ابو طير ابو غير كل النازل الان احنا بيقاتلوا تحت رايه القوات المسلحه، التحيه لهم كلهم، لكن اقسم بالله العظيم اخواننا تخصص عديل الجنديه ديل السواقه بتاعتهم في الميديا، اما لو جيت لارض المعركه ما عندهم اي حاجه. ناس القدر شبعوا في الكمائن، شبعوا في الكمائن، تعال بس امشي مر كده شوف الشوارع دي كلها عربات محروقه، حقت منو؟ والله عربيه بتاع الجيش واحد ما فيها، والله عربيه واحده تابعه للجيش ما في، يا عربيه قتاليه تابعه للميليشيا، يا عربيه بتاع القوات كان بيستغلوها على ميليشيات، ما في اي حاجه. عشان كده انا بقول لك التحيه لضباط القدر او للضباط البحريه، ضباط كل بحري دي كلها انا بقول عليها بحريه، كدراويه، المهم الاشاره كويس. التحيه لهم نازل ما قصروا، التحيه برضه للمواطنين، والتحيه لهم يوميا الجرم ده مدير يوميا المدفعيه دي شغاله، مدفعيه تدق والعمليات يعني شوف شوف الراحه، تمشيط عديل هات اكثر من كده يا شيخ، تمشيط عديل، تمشيط عديل. والحرب دي بالذات المحور بتاع بحري ده اكثر محور استنزف الجنجويد في الثلاثه شهور اللي فاتت دي، المدرعات بردوا منها، وقف الجغل فيها بقبل قطاعي، لكن لو جينا مقارنة بهم درمان أكثر ناس نفضوا الجنجويد ناس بحري، كل هجمات مقاراتهم المتتالية واستخدامهم للاستراتيجية ما عارف الدموية ونظام إنه إحنا ما بس بارين، دي كلها باءت بالفشل وتم الجغل وتم البل بنجاح التحيرة ناس بحري عموما. طيب حصيلة الجغل في بحري اليوم ثلاث عربات دي ما حاجه سهله يا اخوانا. امس كان في جرم كبير جدا جدا اللي هو الكمين واولاد الحجوز بغشهم جابهم، يعني قال لو فيها خير يا فلنقا الحجوز انت بتجيبوني هناك عشان هنا انا جاي انتم بيك شغل وتم بلكم وتم جرمكم بنجاح فالتحيه لهم. طيب نجي نمشي للجزيره، الجزيره فيها شغل تامي عن طريق ناس العمل الخاص، فيها شغل تامي وفيها يعني تقدم ملحوظ ضعيف او في بطء، لكن برضه يا اخوان الناس شغالين، فنحن ما يعني نحن ندي الناس التحت حقهم صراحه، الناس شغالين في الجزيره لكن شغل بطيء، ما الشغل اللي احنا دايرينه وما كنا بنطالب به ولا كنا متوقعينه، لكن في النهايه الناس تصبر يا اخوان، في النهايه دي حرب ونحن نشوف نهايتها شنو؟ بذات الجزيرة دي، جزيرة عانت وكل القرى الآن بتعاني وكل القرى مهددة والخطر لا يزال قائم على بعض القرى، حتى الجنجويت الماء دخلوها، الناس شغالين شغل ممنهج عديل، شغل ممنهج عديل، حالفين أي قرية في الجزيرة دي اللي ينهبوها يدمروها وينتهكوا الأعراض وينهبوا الناس، هذا شغل ممنهج. ده شغل ممنهج. طيب سنار بخير ما فيها حاجة، برضو الضربات الاستباقية والمدفعية بتاعتهم شغالة كويس، عندك القضارب برضو كذلك بخير شغالة كويس، الحملات الأمنية أخواننا لابد إنه يتم أو تتم كثافة الشغل، والتعامل مع أي أجنبي نهائي ما ترحم أي أجنبي، أي أجنبي لقيته جاي من وين وماشي بالنهاية، والتعامل بحسن النية ده ما ينفع، ده الشيء ضيعنا. أنا زي ما قلت لكم الطعنة جاتنا من الأجانب، عشان كده الأجنبي ده تركزوا معاه، ده حرب ده ما لعب، جاي هنا عنده شنو؟ مواطنين البلد جزء منهم طلع، أنت كأجنبي جاي شنو؟ جاي يرتزق، جاي يرتزق. طيب الناس تصبر بس يا إخواننا وما في حاجة بإذن الله، وجاي كله جميل يعني، والله ابشر بالبشرايات، اقسم بالله انا ما قاعد
يعني اتشاء النهاية. انا شايف انه في شغل رغم انه الناس احبطت بكلام ياسر العطا، لكن الحقيقة انه في شغل يعني. او الناس يقول لك كلام ياسر العطا يكاد يكون حتى لو سياسي يعني، ما بضر بالجيش، بضر بالتركيز. لازم يكون على الناس اللي بيقاتلوا، انت لازم كقائد ترفع الروح المعنوية. طيب المناقل برضو، المناقل برضو العمل الخاص وهنا شغالين، لكن برضو الاخوان المناقل دي دايره شغل وتجمعات الجنجة كويس. الحل المناقل دي لابد من التعامل معاه ومداقشتها، عدم الاستهوان بقى، ده المفروض يحصل يعني. الكلام ده احنا قلناه وحنظل نقوله. طيب في اماكن يعني زي مصفى الجيلي، مصنع السكر او مصنع سنار، الاماكن دي انا ما عارف هو الجيش داري منها شنو يعني. المفروض طوالي تجيب ارضا يعني، المفروض تجيب ارضا عشان الجنجويد ده ذاتهم بعد كده يعرفوا انه الجيش ده قنع منه مجدد يعني، لابد منه. عشان كده انا بنقول لك كمل كمل دق الجيلي ارميه، كمل دق السقالات، دق الكوبري بتاع جسر الجبل ده، دق وجيبه طوالي، فايده منه شنو؟ حقنا يا اخي احنا عارفين دق بتنازلنا بتبني، كله بتبني كله بتبني. نحن اصلا دارين محاصره الجنجويد من السودان، كله بتبني. طيب بالنسبه للنيل الابيض، النيل الابيض قائد النيل الابيض لسه ما زال في التراخي بتاعه مستمر، وما داير يتعامل مع الجنجويد لانه ما داير يحرك متحركات تردع الجنجويد، لسه في تراخي في التفاتيش، لسه الكلام ده حاصل. والله العظيم الزول ده يا ما اتكلمنا، وحتى ضباط من الفرقه بيشكوا منه، وما زالت هنالك يعني بعض زي ما بيقولوا كده ملامح الجنجويد، ملامح الجنجويد الان في النار الابيض واضحه، والخلايا واضحه، وفي تراكم وفي تهاون، حتى متعاونين في جزء منهم بصل وبيستقر يعني، بيطلع من منطقه لمنطقه وبيستقر وما في اي زول بيساله. فدي مشكله كبيره جدا جدا. الكلام ده احنا قلناه والله العظيم يا ناس النيل الابيض، اقسم بالله لازم تدفعوا ثمن، تدفعوا ثمن غالي لو ده التهاون وده التراخي. الجنجويد ده بيخش المنطقه كيف؟ ما اصلا بيتجمعوا بالقطاعي وبكثفوا الهجوم وبيشتغلوا مرارا وتكرارا وبيعتمدوا على طوابيرهم من الداخل. فانت لو ما دعمت من الداخل وحسمت ونظفت من الداخل وخطيت قوانين رادعه عشان اي جنجويد شفت حتى لو كان قنعان من الدنيا زاد فكر، ما يفكر مجرد تفكير انه يوصل الحته دي. طيب شايف الجماعه بتبكوا قندهار وما عارف، والجيش ده ناس في قندهار، يا زلمه ده الجنجويت، ده الجنجويت يا سيد، ياك تيجي تتبكى لنا هنا، ده الجنجويت، ما تقول لي ما عارف الجيش ده ناس في قندهار، ده الجنجويت. الكلام ده احنا قلنا لك، والناس المتعاونين مع الميليشيا دي، انت متعاون وقاعد تضر الناس كويس، وقاعد معاهم وماكل معاهم وشارك معاهم، ما خلاص من خالط الجنجويتي كويس وتعاون مع الجنجويتي، هو جنجويتي داير يدوك شنو؟ انت قاعد الشغله دي فيها هزار؟ هاي ما الطيران بقول لك انت داير يعمل لك شنو يعني؟ داير يقول لك لا والله العظيم الزول ده ننتظر احتمال يتوب، تتوب لشنو انت؟ وانت لو تبت زاد ثاني الفائده منك شنو؟ طالما انك انت اضرت بناسك كويس واجرمتها، انت مجرم بالقانون، انت مجرم، انت جنجويتي، ما تقدر تتبكى معارف الطيران يا زول. هاي ده تجمع بتاع جنجويت يا زول، تجمع بتاع جنجويت كويس، تجمع بتاع جنجويت. عشان كده الناس ما تقعد تتبكى، حارب دي ما فيها واي عورتني ولا فيها دقيتني بالسلاح الفلاني ولا السلاح الفتكاني، لا 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 لا، انت قعدت مع الجنجويت ديل تتبلى معاهم عادي، وين المشكلة؟ وبعدين ما في أي مواطن، كلهم جنجويت أقسم بالله، كلهم جنجويت والله، كلهم جنجويت. كل المسرحيات اللي قاعد تعملوا فيها دي ما بتنطلع علينا وما بتمشي علينا، ونحن ذاتي شفت التعامل بعاطفه والتعامل ده الشيء الجاب الكف والكارثه للبلد والتراخي ده نهائي. جنجويت الطيران يدقه، انت ما دار الطيران يدقك حتى لو انت عامل فيها مواطن شرير زاد، اطلع من الجنجويت بس، اطلع من الجنجويت لو انت ما دار الطيران يدقك يا حبيبنا. لكن انت قاعد مع الجنجويت دار الطيران ولا قاعد تتعاون معاه ولا لابس كاكيم، دار الطيران عزلك يقول يعني مثلا والله فلان ده ما جنجويتي، فلان ده احتمال يكون مجبر، لا 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 قد منهم بس. وده الشغل انا احد علينا الدبل ده،
جوية نازل قاعدين يوميا بكثافة جنجوي الدل، لم ينسوا روحهم طوال طلوا عليهم ومروا عليهم ومسوا عليهم وصبحوا عليهم وأجغمهم، حتى المسيرات ذاتها تجمع على الجنجوي الدل المفروض تشتغلها بارتياح، يعني المفروض تشتغلها بارتياح، ده المطلوب يعني. خلاف ذلك يبقى بتنفخ في قربة مكدودة، هنقعد نعزل نقول لا لا يا والله العظيم يا اخي والله ننزل، معلش احتمال يكونوا هم جنجويد لكن قاعدين، لا لا دي تجمعات واضحة وكاشفة. لا جنجويد محمد مدسر عمر قط الصوت صوت مطر في جبهتك، السلم البلوك ده جنجويد، ده عملوا الناس قدام من والله جنجويد ده منهم مش ظاهرة صوت استلمها السلم البلوك ده يلا. فانت داير تنجو، لو انت ما جنجويتي ابعد من اماكن الجنجويت، بعدين الجنجويت ده لو ما في مواطن صالح يقعد معاه الا يكون مسلم يعني، يعني انت الليله زول بيقتل وبيغتصب وبنهب وبعمل حياه زي انت مخالطه وقاعد معاه في شنو؟ جابك شنو ذات تواجد الجنجويت او تواجد اماكن الجنجويت؟ جابك شنو يعني؟ جاي قاعد درع نظام انه الجيش مبدوكك؟ انا سيد انت غلطان، انت غلطان الحمد لله رب العالمين انه الجيش ما قاعد يدوك ساكت، ما تسمع الدعايات او الادعاء او الطلس او السواق او الاصوات اللي بتنادي بانه ما عارف والله الطيران بيضرب مواطنين، كذب ساعه ست ما قاعد تدق المواطنين داك وقاعدين قاعد تدقهم ب 130 في 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 مدربان دي، قاعد تدونهم عادي تدوين عشوائي عادي كده. ده قال الناس نايمين، انا ضحكت جنجويتي قال الناس نايمين الطيارات يصحيهم ويدقهم ولا كيف؟ يصحيهم ويدقهم خلاص. تعالى نحن لو في قاره كويس، لو في قاره على الاقل جويه، لو في قاره طوال تواصلوا معانا و كويس طوال يتواصلوا معانا، نحن عشان نوري جنجويتنا نقول لهم الطيران جاي بالليل اطلعوا، الطيران جاي بالليل هناي تنوم تنوم ان شاء الله في لظه وهم ولا شنو. طيب ده قال واحد قال ما ردد علي يا ابو النسب. قول يا ابو النسب نرد عليك تنجد ملد وكتم، والله العظيم كلهم كتم كبكابية ملد شفتها اي محل الكومة زاد جوا والله العظيم. ليش المفروض يحصل سبب بلا سبب؟ ده يومي دي اهداف مشروع يا زول جنجويد تاجر بتاع جنجويد كويس. ده قال ما في امكانيه تحديد هناك، شوف ما هو شفت التدوين ده ده بيحصل كيف، نازل بدون وبغير موقعه بدون وبغير موقعه، لكن الواجب على الاستخبارات العسكريه انها ترصد ويتم الدغم ويتم البل ويتم التعاون. قبل كده تم شغل في الجليب غرب، انا اتاكدت تماما ان الجيش ده بيعرف يتعامل مع المدافع ده او عنده الاحداثيات او عنده الامكانيه انه يتعامل مع اول باول. طيب نصر الدين قال ما تشرب مويه بارده، والله وقفتها ما قاعد اشرب مويه اساسا كثيره، ده نشرب مويه سخنه لكن تقول شنو الالتهاب ده مستمر معانا. طيب نشوف بعض الاسئله كده نرد عليها عشان نقفل بعد كده الزمن فات. ده قال بلبس ايوه ما في حل غير البل. هو شوف انا داير اديك حاجه، داير اديك حاجه واحده، انت هسه الزول اللي بيجينا بفهم تفاوض يقول لك لازم نتفاوض مع الجنجويد، الله يسرك انت بينك وبين نفسك كده شايف انه دي الناس صالحين او يصلح للتعايش؟ شايف انه دي الناس ممكن تثق فيهم وتديهم مقرات عسكريه ويحتفظوا بسلاحه ويسكنوا معاك في نفس المنطقة اللي انت ساكن فيها؟ شايف انت الكلام ده؟ شايفه؟ شايفه؟ يعني انت هسه جنجويد ده صالحين؟ سيبك من ده كله، صالحين؟ صالحين للكلام ده؟ صالحين للكلام ده؟ ما صالحين. انت لما تقول كل كلام منطق، انا لما اجي اتصالح ولا اتفاوض مع زول، ده زول بيكون فيه ثقة، ده الناس قدارين والحرب دي طلعت أسوأ ما فيهم. وبالمناسبة ده يعني انا والله بحمد ربنا انه نازل انكشف في الوقت المناسب، نازل لو كان يتمكن اكتر من كده كان بلعوا الدولة السودانية دي، كان بلعوا الدولة السودانية دي. نازل لاحظ في اللي بيعملوا فوق يعني حتى في الأسرة وفي المواطنين، ده ما شغل زول ده جاي يحارب جيش فقط، ما
ما شغل زول جاي يحارب جيش فقط، لا جاي زول جاي ينتقم حتى من المواطن، قاصدين انسان البلد اصلا، قاصدينك ومستهدفينك انت. فانت لما تيجي تقول لي قال يا اخي والله العظيم انا نازل، ان احنا لازم نتفاوض معاه ولازم نقعد معاه، لا لا ما في كلام فارغ زي ده، النازل لازم ينتهي ولازم ينجموا، والله العظيم شفته ولو ينتهي الحجر والشجر والبشر من السودان، لكن والله ما يستلموا ولا يحكموا. ناس جايين باقين ده عديل مشروع، ناس جايين يتوطنوا في بلدك، وانت عليك دينك وايمانك تيجي تقول لي قال الناس زي لازم نقعد معاهم نتفاوض معاهم نتفاوض معاهم ونقعد معاهم، وشايف منو ده عشان نتفاوض معاهم؟ الشايف منو عشان نتفاوض معاهم؟ والله ما في حل وما في سبيل الا البل، والله ما تيجي تقول لي يا اخي والله العظيم اي حرب انتهت بتفاوض، لا نكسر القاعده دي، ما تنتهي بتفاوض، تنتهي بتفاوض كيف؟ انا لو كان اقسم بالله لو كانت الحركات المسلحه والحركات القوات المشتركه دي ولا هناي اولاد بلد قوه كده، كان كلها اولاد بلد كان اول من يدعو لوقف الحرب، لكن دي الاجانب، دي الاجانب دي حاجه يعني، يعني انت تيجي تفاوض لك اجنبي، يعني انت كده بتقول مرحبا بالاستعمار مرحبا بالاحتلال، لما انت تيجي تقول يا اخي نازل انا اقعد اتفاوض معاه، تتفاوض معاه تفاوض معاه على ايش نازل؟ تفاوض معاه يعني الانسلام اللي حصل ده كله، الانسلام القتل والاغتصاب يعني الاهانه معقوله؟ معقوله؟ لا 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 احنا لسه هنصعد معاه، والله هنصعد معاه شفت ولو تستمر 100 سنه، جنجي ده لازم يخلص. هو قال لك في حاجه؟ هو انت هسه قال في حاجه؟ اقسم بالله جنجي ده ما في حاجه، ولا جنجي ده مصبرين المصبران دول بس ما دارين يشتغلوا. وقلنا الوقايه معروفه، شنو الوقايه؟ معروفه الوقايه، كل الشعب اللي يتسلح هسه البراد لو جد في حسم المعركه دي ودار يكسب الوقت يسلح يفتح المخازن شفت، ويستوعب كل من قادر على حمل السلاح هسه الان بس، ويرمي بهم قدام زي ما هم بعملوا، بيجيبوا الزول وبرموا بهم قدام، انت برضه تجيب ناس وترمي بهم قدام، عندك الامكانيه عندك السلاح وعندك هناي العربات وتملك كل شيء، ده لو انت جاد. وبعدين اخواننا ما في مخرج، والله ما في مفر غير انه اي زول يشيل سلاح ويدق بلي، كل قله الادب اللي انا بعمله فيها جنجي انت قايل مش انت قايل نازل قوه قلب، انت قايل نازل هم بخافوا من الموت، كذابين يا زول، لو بخافوا من الموت ما كانوا يطلعوا يموتوا المواطنين، لو بخافوا من الموت ما كانوا يمشوا يقابلوا الجيش ده في صحراء ويقول يا اخي والله العظيم احنا المواطنين ده ما عندنا معاهم شغل كويس، لكن نازل يا زلمه هو اجبن خلق الله، نازل رجال في الميديا بس ما عندهم اي حاجه. الليله لو كان الناس السودانيين اول من يدعو للتفاوض ووقف الحرب ابراهيم محمد مصطفى عمر، ده لو هم كانوا سودانيين بيستحقوا ذلك، لكن الناس ما سودانيين، انت الليله بتيجي تجيب لك مستعمر تجيب لك محتل تتفاوض معه، دي اسمها في حد ذاتها دي حرب مؤجله، يعني دي في حد ذاتها حرب مؤجله، دي حرب مؤجله لما تيجي تجيب لك زول ما سوداني وتيجي تقط وتقول له هناك. نحن عشان كده قلت لك شوف الاصرار على الحسم، واي قائد يجي ولا يفكر في موضوع زي ده حتى لو من القوات المسلحه ذاته كويس، لو فكر لمجرد تفكير ده غير صالح للعمل في المؤسسه العسكريه، والله العظيم نهائي بس شفته تنتهي، تنتهي معاهم كده بس، والله تنتهي معاهم كده، حجر وبالناس يتيموها معاهم كده نهايتها بنهاية الجنجبيل بس. طيب نمر سريعا كده اخوانا على موقف العمليات، لانه شايف في ناس بيقول لك الموقف العمليات ده الموقف العمليات الصرف، نبدا بالفاشر، قلنا الفاشر بخير، الجنجبيل حمل الفاشر مهزومين هزيمه نكراء، عندهم قائد اسمه التور الهايج لواء اتصاب امس، ده لواء ده جايب انه يصحح اخطاء على يعقوب وتم جرمه كويس، اللي هو اسمه الدور الهايد ده يعتبر قائد ثاني، ده جايبينه يعني كبديل او ده زول بس فوق عبد الرحيم دقره، نزلت له الجبال في الصفحه هنا جايبينه، وامس تم جغمه واليوم تم دفنه، كل محاولات الجنجويد حول الفاشر فشلت، الجنجويد الان في الفاشر بيستهدف المواطن باستهداف مباشر عبر القصف المدفع، بيستهدفوا حتى معسكرات النازحين المختصة به المواطنين، بيستهدفوا استهداف مباشر، الآن مستهدفين إنسان الفاشل، القتلى
أغلبهم مدنيين. الجيش والحركات الجندويه نهائيا نهائيا ما قتلوا منه، وكذب كذب. نحن بنقول لك الاعداد الكبيره الان اللي بيموتوا دول مواطنين ما عندهم اي ذنب في الشغله دي. اما الجيش والحركات المسلحه بالين الجنجويد كنترولهم على الفاشر او محكمين قبضتهم على الفاشر، عارفين نفسهم هم بسبب شنو، في تنسيق تام وشغالين في تناغم، لا في اشكاليه بين الحركات ولا تسمع لي انه الجنجويد مشوا قعدوا او في قيادات من الحركات مشوا قعدوا مع الجنجويد تفاوضوا معاهم. دي كلها محض اشاعات ودي كلها حرب نفسيه من الجنجويد. النازل كلهم مجمعين وكلهم متخذين قرار ضد الجنجويد وكلهم متقدمين وكلهم ماضين في الطريق ده. وضع القوات المسلحه والحركات المسلحه في الفاشر مطمئن. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ومطالبتنا بامداد السلاح، السلاح الان متوفر وعمليات الاسقاط اللي بتتم دي ما بمعنى انه الفرقه ما فيها سلاح او في نقص في الذخائر، ده شغل احتياطي، ده شغل احتياطي، سلاح وذخيره فل، معنويات فل، كل الجيش موجود. جيش ما يديك الدرب، جيش اخضر، حركات ما تديك الدرب. ناس الحركات استبسلوا في الحرب دي وقدموا اقسم بالله وضربوا يعني نازل عملوا اللي عليهم زياده، انتوا عارفين الطرابور ده نازل الجغم ده عندهم حاجه عاديه. بعدين الجنجود في كل كل محاولات الجنجود كان الاتجاه الشمالي فشلوا فيها، كان الاتجاه الجنوب المحور فشلوا فيه، كان كل المحاور بالشرقي فشلوا وهزموا هزيمه نكراء. قلنا الكومه هي الخطر القائم، كل العمليات او قياده او مركز عمليات الميليشيا الان متواجد في الكومه، لابد من ضرب وجهم الكومه وتحييد القيادات الموجودين هناك وتحييد بعض الامداد والمسروقات والمنهوبات. ما في سبب بخلي السيطره تستثنى الكومه وتدق الزرق وتدق الحتات دي، برضه الكومه فيها قيادات هناك قاعدين مدورين الشغل ده وفيها تشوين تابع للميليشيا، لابد من دق ولابد من ضربه. الطيران استهدف امداد تابع للميليشيا واستهدف ذخائر تابعه للميليشيا في منطقه الزرق. منطقه الزرق زي ما عارفين ده تعتبر قاعده عسكريه تابعه للميليشيا. تم بلع وتم جغم بنجاح. التحيه للجويه. بابنوس الصمود، بابنوس الجنجويت اليوم كويس، كل محاولاتهم باءت بالفشل. كل ما يشاع عن اقتراب سقوط بابنوسة ده تدليس وده محط اشاعات ودي حرب نفسيه. بابنوس الصمود جنجويد جروا وخلوا جثثهم وخلوا مصابينه وتركوا عرباتهم وتخارجوا ورجعوا من محلهم، كل محاولاتهم بعد بالفشل. الفيديوهات اللي انتم شفتوها بقول لك ديك الفرقه وديك الفرقه دي كانت ضاربين، هسه بقول لهم ارجعوا المحل لو تقدروا، ما عندهم اي حاجه. ابطال بابنوس تخصصوا عديد في الجنجويد واعتادوا على الشغله دي، يعتادوا على انه الجنجويد اليمين يمين بيتم التعامل معه. كذلك الطيران برضه مركز مع الجنجويد في بابنوسه، لكن نحن الشيء داير انه البيوت حول البابنوس حول بابنوسه كل ما الجنجويد يتقدموا نلاحظ انهم بيختبوا داخل البيوت دي وبيبدوا يضربوا. عشان كده يا جويه زي ما نحن قلنا لكم البيوت الحول الفرقه يتم التعامل معه والباول، ما في اي مواطن. دي الان بقت دفاعات بالنسبه للجنجويد اثناء الهجوم، عشان كده يتم التعامل معاه مباشرة، ما فيها حاجة زاد يتم التعامل معاه. طيب قلنا قرب يوم درمان الجيش مستمر والجيش متقدم وناس ابو طيرة التحيل برضو شقارين، كل محاولات الميليشيا والتسلل بتاعهم بات بالفشل، بل انه انحصروا في اماكن معينة وكل محاولاتهم تم جغمة وتم بلة بنجاح. ما يشاع عن تراجع الجيش قربي وندرمان غير صحيح، وتقدم الميليشيا غير صحيح، بل ان الميليشيا تراجعت كثيرا قربي وندرمان. ما يشاع عن تقدم للجنجويد في غير صحيح، في تحابل الاماكن دي فيها جيش غير صحيح، ده كله سواقه بالقلب طال الساي ورفع للروح المعنويه للميليشيا والبحث عن انتصار زائف. طيب جنوب الخرطوم قصف مدفعي، ما في حاجه غير انه ناس العمل الخاص امس قاموا ببعض العمليات المباغته، العمليات الخاصه النوعيه المباغته، وكبدوا الميليشيا خسائر فادحه وقتلوا عدد من الجنجويد
وأسروا عدد من مدمر عدد من العربات وأخلوا بعض المناطق اللي كانت بتستغلها الميليشيا وشغالة فيها تدوين. المقرن قلنا المقرن الليلة فيها حفلة بالمدفعية استهدف تحرك أو يعني كان الإعداد لتحرك الميليشيا تم التعامل معه بكل حسم وتم جرمهم بنجاح. تم جرمهم بنجاح لأن الجنجويد المدفعية جرمهم جرم صح في المقرن. قلنا بحري كالعادة سيطر القيادة ويريد كل المحاور تحزو حزو أبطال بحري ناس العمل الخاص شغالين. طب شيت المدفعية برضو شغالة الجيش هناك صاحي في يقظة في حزب في توقيت في رصد في شغل استخباري دقيق جدا جدا في تقدير حتى للقوة اللي بتحاول تهجم يعني كنترول تام للناس بحري. ما في حاجة غير انه ثلاث عربات تم تدميرها. كذلك الجزيرة قلنا فيها شغل لكن بطيء عشان نكون واضحين شغل بطيء وتراكم وكل شغل بيعتمد على ناس العمل الخاص يعني وزحف على بعض الغرى. وقلنا ما زالت الميليشيا مستمرة في الانتهاكات واستهداف المدنيين. طيب قلنا كذلك السنار برضو المدفعية شغالة وعندك ناس العمل الخاص برضو وبعض العمليات الجوية اللي هي المسيرات والكلام ده. طيب قلنا شركة النيب ما في حاجة غير القصف المدفعي. طيب تاني ما في حاجة بالنسبة للموقف العمليات يا اخواننا ولحد هنا ونقف وإلى أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.